في هذا اليوم المبارك الأربعاء الموافق 9 من شهر مارس لعام 2022 استقبلت مديرية أوقاف الأقصر مع مديرية التضامن الاجتماعي وبحضور ممثل مديرية التضامن الاجتماعي الأستاذ خالد عبد الغني والمفتش العام الدفعة الثانية من لحوم صفوف الإطعام وقدرها 2 طن وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. وبهذا تكون محافظة الأقصر ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي قد استقبلت دفعتين بعدد 4 طن. بارك الله تبارك وتعالى في القائمين على هذا المشروع وعلى رأسه معالي الأستاذ الدكتور محمد بكار جمعة وزير الأوقاف والجهات المعاونة مع فضيلته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.